تدرون يا جماعة أنه فلاح اللي جالس معاي وتشوفونه بالسوشيال ميديا يضحك متابعينه بالمقاطع الكوميدية، في البداية كان يتواجد بشكل كبير بالتيك توك بدون ما يطلع وجهه، ولما تجرأ وسواها حقق أول مقطع 5 مليون مشاهدة، طبعا بعد حذف ماضيه المجهول. خلونا نشوفه. ايس كريم في ديسمبر انتوا هنا كنتوا تطقطقون على الاكسبلور حق التيك توك، انت مثلته بالضبط. إيه فعليا انت لما تسوي كذا في التيك توك هذا اللي يطلع لك، هذا اللي يطلع، هذا اللي كان يطلع وقتها. طب سؤالي، انت ليش كنت تخفي وجهك؟ الخجل؟ لا والله انا ما كنت احب اصور اصلا حتى من زمان. يعني هو ما ادري، هو خجل هو، انا استحي من يعني واضح انك ما انت بخجول ابدا. ايش قصدك؟ قال لي ادبها.